رئيسنا المفدى لا يعرف نوم ولا مخدة، مكسح شعبه الحكم متعبه، يحيى ولي في الرئيس ولي في الديمقراطي، لا يرضى بالانفلاتي، لا انتخبنا ولا تعبنا ولا سمعنا بمجلس تأسيس. سيدة القصر الأولانية سلسة سلسبيل، وهي في القرارات القصرية تخسر وتطول وتقيس. مولاتي سمعا وطاعة، عيني ديما في القاعة، شعبي حسنتي له أوضاع، لبستي له غالي ونفيس. يا برمقليين اطمئنوا، كونوا شعب في حسن ظنه، ريسنا شكون انضف منه، كلامه الكل صابون نظيف. يا ميع الكسوة شوتاتو، في تصوروا في كواترواتو، يزيد يلبس مراياته من بيرو ويشوف الريف. منورنا بين الدول، شمسي ضوي حتى عالظل، البطال يزيدهم عطل، ما يحبش النيجاتيف، هو يدخلنا الامل ويشطح الوزرة بتبل، الراحة قبل العمل، جمهورية بوزيتي. الجمهورية البرمقية، برمقي وبرمقي وبرمقي وبرمقي، رئيس بالميدانية، ميداني وميدانيك يعلقي ويعلقي. يا برمقليين اطمئنوا. بسلامة سيد الرئيس، بسلامة، إن شاء الله ربي يشفيك يا سيد الرئيس، تمشي وترجع لنا بسلامة يا سيد الرئيس. توحشتك راني يا سيد الرئيس، ليش كنت تمشي وتخليني يا سيد الرئيس؟ الله لا تربحك، الله لا ترجعك، إن شاء الله إن شاء الله تقعد حياتك كاملة كيك مريض. سي المقراني برك الله عليك، من اللي ريتك عرفت لي أنت في يوم من الأيام باش تولي رئيس؟ هكا الطول وكا الوهرة وكا الخشم، تستحق أي حاجة، أنا راني تحت إشارتك يا مصدق. سي المقراني مش هو الرئيس. أبون سي فردوس، رئيسنا الباهي، رئيسنا الغالي. أخي نحن باش نلقاو رئيس ما خير منك، هكا الخبرة فهمتي ولا لا، وكا الوقار، خاصة الرجولية، الرجولية اللي فيك، خاصة البلاد اللي عندك. شاهي نعطيك كفتو، أنا رئيسة لطف عليا، الله لا يقدر. انسى رفيعة سيدة البرمقلي الأولى. شو تستحق أي حاجة سيد الرئيسة، راني أنا تحت ذمتك، أي حاجة تحبها تشتهيها راني أنا مستعد باش نلبيها لك. انسى رفيعة يا بندير، ريض ريض، تعرفش القانون فصل 6 من الدستور ينص على أنه في صورة غياب الرئيس لواقعة صحية أو لأسباب أخرى يتم تعويضه بابنه الأكبر. وما أنه السيد الرئيس كان متزوج بزوجته الأولى وعنده زوج صغار، نجم كواكب أوتوماتيكمون نجم هو اللي باش يكون الرئيس. نجم محليه لس محليه سيد الرئيس الجديد اللي أنا مازلت ما شفتوش، حبيته كيك لله في سبيل الله. أو نقز عليه ريض ريض، أركع أنسى رفيعة، قمت بالإجراءات اللازمة؟ طبعا سي المقراني اتصلت به البارح في الليل وأكد اللي هو باش يزيد ما يجيش يزيد شابطة قريب يجي. عملت عليه بحث معمق؟ طبعا سي مقراني قمت عليه ببحث معمق وشامل، اسمه نجم البرمقلي، عمره 37 سنه، قائد طائره او سفينه ومكوك فضائي والمترو الخفيف، متحصل على دكتوراه في علم النفس ومختص في الدراسات الاستراتيجيه والعسكريه والسياسيه، وعنده زاده كان صدقني ربي ايوه فوالا مش ما ننساش، عنده دكتوراه في علم النفس. وزاد اللي عجبني فيها وبعث فيها التفاؤل انه عمل برشا نشاط هكا جمعياتي واعمال خيريه من خلال بعث العديد من الجمعيات. أي بي نتصور اللي هذا هو الرئيس المناسب في المكان المناسب. أشبع هوجي هوجي صار في عملت أكثر من معلومات بتاعك. أنا الشيء اللي ذاهي ما نعرفوش ما نفهموش، ما قدروه عنده رؤية جديدة. عسلامة السيد رئيس. أه
سي المقراني سمحني نسيت ما قلت لكش اللي بحكم طليق أم وبوه يعني في وهو في سن صغيرة تأثر هكايا وصارت له شوية اهتزازات وارتجاجات نفسية خليته هكايا يعني عنده إقبال كبير على كل ما هو حنان وألفة ومودة يعني نقص متاع حنان أباوي ما مشكل لا غير. خلي عليك سي فردوس فليش سيد الرئيس من هزة كان أنا سيد رئيس سيد رئيس جديد سيد رئيس صار فيها تأكد من البحث اللي عملته طبعا سي المقراني انا قمت به البحث قمت به مره واحده يعني قمت به العديد من المرات ومعناتها بحثت وتمحصت في جميع المعلومات المتاحه لمكتار سي المقراني معناتها في المصادر البحث نتاعي ولا ما خليت حتى مصدر يعني جميع مصادر البحوث الانترنت التواصل شبكات التواصل الاجتماعي اليوتيوب يعني حتى المواقع المحظوره معناتها ما خليت حتى مصدر لعل هو يعني ابن سيادة الرئيس يعني قرأ برشا علوم ودبلومات قلت لعل يمكن في عقله شوية أنا والله العظيم حبيته ما نعرفش علاش ودخل قلبي كيف باقي ما نعرفش علاش كلي عنده حاجة سبيسيال هكا ولا حاجة قلت لي قرأ في أكسفورد حسب موقع ويكيبيديا قرأ في أكسفورد وييل وهارفارد بس تسوية التأخير مش معقول يا ما قلنا خليه يرتاح شوية مسير شعاتش بيه الرجل يعلم بيه ربي جاينا من قطع الرقبة ما فيها باس كان يرتاح شوية ولا لا سي المقراني أنا مزروب حبيت نستغل معاه اهتمامه بالدراسة باش نصلح معاه منظومة التعليم في بلادنا مش معقول المدارس والمعاهد العمومية استغلوا الندالي فيهم وحولوهم إلى مزارع الفقاع شتاء ومنتجعات سياحية صيفا مش معقول هنالك لدي سي المقراني اقتراح في هذا صدد بالذات يعني انا يعني هذا المقترح يعني قلت لماذا يعني لا يتم المحافظه على هذه الثروه الوطنيه هذا الندام الموجود في المدارس العموميه ونحافظ على زراعه الفقاع ونستأنف النشاط التعليمي في الطبقات السفلى للمؤسسات التعليميه وهكذا نضرب زوز عصفورين بحجر المشكل الأساسي هو أني أنا نحب نقضي على الدروس الخصوصية والتعليم الخاص نحب نرجع التعليم العمومي الإجباري والمجاني ونرفع زادة في مستوى التعليم في المدارس العمومية هو ذلك لدي مقترح في هذا صدد بالذات زادة سي المقراني وهذا الموضوع مؤرقني يعني كثيرا جدا وأنا استنفذت فيه الكثير من الجهد والوقت معناتها فيما يخص مسألة التعليم العمومي والتعليم الخاص يعني أنا الحل الوحيد الذي أجده أمامي للقضاء على دروس الخصوصية أولا هو القضاء على التعليم الخاص بصفة عامة يعني والاستعانة بالكوادر والإطارات التربوية في التعليم الخاص للنهوض بزراعة الفقاع في المدارس العمومية وفيما يخص مسألة الرفع من مستوى التعليم يعني هذا الأمر مكفول اللي يعني الانتقال بعملية التعليم إلى الفوق الأسطح وهكذا يرتفع المستوى ونكون هكذا وننزل سرعة الفقاع إلى طبقات السفلية وهكذا نضرب 3 عصافر بحجرة سامحوني يا جماعة رئيس النجم أمرني باش نغيروا مكان الاجتماع اش معناتها؟ معناتها يحب يعمل الاجتماع متاعه في الحمام سيد الرئيس شكون هذا اللي قلق فيا عايش سيد الرئيس
أنا سيد الرئيس. شكون أنت شكون؟ مدير الشؤون القصرية. أي أنت الرقيق الردكساش. سيد الرئيس حبيت نقول لك اللي راني جبت لك الوزراء نتاعك الكل كما أمرت سيادتك. راني نرافيهم. أبون داكوغ. وشكون هما هذوكم اللي هكا؟ هذوكا فيغيرون سيد الرئيس. مالا يلوحهم. كيفاش وين؟ نعطيهم للشعب. ما ينجمش يخلصهم سيد الرئيس. نعملهم برود ومعجون وما نعرفش انا. تقول لك نعملوا لهم صابون سيد الرئيس. هاي فكرة يعملهم صابون. صابون سي بيان شو اسمك انت؟ سيد الرئيس نقدم لك نفسي. انا اي حاجة تستحقها ولا تحلم بها ولا تحب عليها راني انا مستعد باش نحققها لك سيد الرئيس. وبالمناسبة هذيا راني كنت تو بحض الشعب. قال لي بجاه ربي يسلم لي برشا على سيد الرئيس وقولوا رانا نحن فخورين بيك برشا برشا. انت ولدت باهي برشا. يعيشك سيد الرئيس. المقراني البرمقلي رئيس الوزراء ورئيس الحكومه. سيد رئيس انا فرحان برشا برشا باسمي وباسم اعضاء الحكومه. نهنيك ونتمناو لك النجاح والتوفيق في مهامك الجديده وان شاء الله تبث روح جديده تقطع مع الماضي. سرافيع برمقلي وزيرة المرأة والمحافظة على التراث والزراعات والزراعات السقوية وحبيت سكر ما مسدها شفت ما هو شكون هذه والله ما نعرف توا دخلت يظلي تش تعمل تبرا روح ايقلبوا مناظركم عليا بتشوفوا فيا قاعد نخدم هو مش مشيو لا يتفضلوا تفضلوا ايش بدوها على ساقيكم من هنا حتى ايه قعدوا جبتوا فيها على ساقيكم الله يبارك سيد الرئيس بنتير نعم سيدي ضحكني اهلا بيك صافا وليت رئيس ما نعرفش بابا مات ما ماتش ما نعرفش لي برشا ما ريتوش في القصر تاعي نحكم فيهم كل او 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 اركع شوف زيت تضرب لي دبلومات اخرين دي دكتوراه ايزي اربع شويه ورئيس تولي تيجا او اركع انا رئيس باهي حاجه دكتوراه نتاع علم النفس في القلب واحد تاع اسم علم الطيران بلاش طيران بلاش طيارات اي واحده نتاع ناتاسيون دكتوراه في الحوت واحده نتاع حصنه حصانولوج بيزو ترقيك ذراب نحطك ذراب وزير ذراب باي بيزو بيزو سيد رئيس عندنا مشاكل اقتصادية عويصة نسبة بطالة مرتفعة تضخم مالي وعنا ديون متراكمة ما لقيناش كيفاش نسدوها ما عاملين عليك انت باش تخرجنا من هالورطة هذه كذلك سيد رئيس بحكم خبرتك في ميدان التعليم ماذا بينا كان تعطينا توجيهات باش نرتقي بمستوى التعليم الأساسي والثانوي والعالي بون التعليم ما شيدو بالحد البطالة عطيهم شهري التضخم المالي ريجيم تايضع كان عندكم ثقب اقتصادي سدوه الميزانية ما تسمحش سيد الرئيس عملوا طابو ميزانية ما تسمحش وكان تحبوا على الاتجاهات نجيوا اتجاه واحد هكا نجيوا من هنا
هناك لدينا مشكلين يعني أساسيين في مجتمعنا اليوم، وهو مشكل المرأة البرمقلية سيد الرئيس التي لا تحظى بنفس العناية التي يحظى بها الرجل في المجتمع أو في حتى في الحكومة أو في 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 العمل الجمعياتي في كل المجالات والقطاعات. وأيضا هناك أيضا مشكل الثقافة، ألا وهو مشكل خطير جدا سيد ابن الرئيس، لأنه الثقافة يعني هو قطاع يعاني من التهميش ومن القمع ومن من النقص في الحن في الإمكانيات والموارد والدعم. شكرا. الله فيك. عاود عاود. لا لا سيد الرئيس. فدك فدك. وصلت الرسالة إحنا. بون. مشكلة عندكم مشكلة متاع ثقافة ومتاع المرأة. اختار واحدة من هاي ثقافة يا المرأة. لا يخضع عني سيد الرئيس. ها. لا يخضع عني. تشكر فيك سيد الرئيس، تشكر فيك. هم سيد الرئيس. بارك الله فيك سيد الرئيس. عندنا مشكلة. المشكلة كبيرة سيد الرئيس. هو كون الخسر هذا الريدوات نتاعو ولا وقدم نبدلو قطعو نبدلو تهريو حط المرأة اللي نحيناها من الثقافة حطها في بلاصة الريدوات والريدوات تسدو بهم الثقب الاقتصادي وهذا يهز هذا ويهز هذا شنو هذا الاقتصاد هكاك شنو. أنا سيد الرئيس ما عندي حتى مشكلة، كل شيء خمسة على خمسة وبارك الله فيك بالفوق. بيه بيه بارك الله عليه. ها بون توما جايبيني أنا رئيس أخي ما عندي ما نعمل، فما مشكلة حقيقية. هاي طلعوها شنيا شنو المشكل سيد رئيس؟ عرفت ماش؟ يقصر قينيا فديت روحي طلعت هاي نحب نعمل حفلة حفلة كبيرة في مستوى ولد الرئيس ونجيبوا فيها أكبر دي جي شو بيكم في الغسول؟ سيد رئيس اللي تجي كل في الحبس سيد رئيس شنو في السجن علاش قانون 96 عنا قانون نحن تاع قانون القرن بالكرموسي حطيتوهم في الحبس على خاطر القرن بالكرموسي وليدات صغار شيخين يتعلموا في الطيران يمارسوا في الإقلاع هكا باش ينفعوا البلاد من خيرة معنا يتمرنوا حطيتهم في الحبس. خرجوهم مش معقول باش نخرجوهم. سيد يلزم نقح القانون سيد الرئيس هذا هو الاشكال فاش استنى نقح حاضر سيدي سيد رئيس ما ثم كان انت الوحيد اللي تنجم تعدل القانون فيها. متأكدة من المعلومات اللي جبتهم عليها خاطر ما ظهر لي السيد يظهر لي مقربع في مخه ماهوش مش نورمال مش عادي عنده السيد مقرني أنا راهو نسيت ما قلت لكش طلعت على الملف الطبي متاعه من أرشيف القصر ما هو وقت اللي انشرح السيدة الأولانية السيدة ما قبل الأولانية بالكل وقت اللي سمعت بالعلاقة الخنائية اللي تربط سي وليف مع مدام سلسبيل شربت عليه الدواء وقتها هي حامل بيه والحمد لله يعني الجنين جاء سليم جسديا ولكن يعاني من بعض التلوثات العصبية والدماغية والهلوسات والارتجاجات. هذا مش ارتجاج في مخه ذا يعمل لنا ارتجاج في الجمهورية كل وقت شرع سي وليف لباس هو صحته بصراحة ديكتاتور ولا مهبول والله يا تعدى طفولة تعيسة سي مقراني أنا ما إخواني أخواتي البرمقليون والبرمقليات
يعد هذا اليوم يوم تاريخي في جمهورية المراقلي ومجيدا وزعامة المركز الريق هذاك الكل يعمل في الدراك راك عام زعما عافر تعرف سياسي هو الرئيسي يلزمني نقول انا نجم البرمقلي رئيس الدولة المؤقتة قررت ان فيما يتعلق بقانون عدد 96 حول استهلاك القنب قررت ان الغي هذا القانون وكل فصوله نهائيا. اي واحد سنعود هذا اي واحد ما هي واي واحد طور شد سوى فنان او سوى مواطن شد على طرف كي شيخ يرب عامين حبس نحتموه عليه عثورك لعبد طيحيت سرق البلاد شعمل شيخ تفرهد بالعكس ولا يحب العبيد محلاه تلاوي يتسيب هذا ينعود هذا تلاوي يتسيب هنا أدعوكم الآن إلى اكتشاف مشافش مشاب مشاب هذه كوبية تخرج للجمهورة حد هالقصر هنا وانا ادعوكم الان الى اكتشاف مفاجاه السهره اي يا بنات بسرعه بسرعه شتخوف كل الديسكور ايت بيان ونحسك تحب تصفق عليا هاي شكرا فرق بابتسامه مش فرق معناها نتاع فرق سيربيفو شكرا لك سيدي ابن الرئيس عايشك شكرا لك قلت لك راهو حنين عنده شويه لوثات عصبيه ما نقلبوا به تشيز تضحك معناها تاكل منه باش اللي تضحك تشيز كيك 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 هو البشكوتو وتشيز هو الضحك اسمه على بشكوتو تشيز كول تشيز تشيز كيك كيك كول حاش سيد الوزير سيد الوزيرة الدنيا هيا هيا